الرحيم وبه نستعين. عايزين النهاردة نبدأ في جزء أو الفيلم السابع الجزء الثاني. النهاردة عايزين نكمل اللي خدناه في المرة اللي فاتت. في المرة اللي فاتت اتكلمنا على البيسك كونفيجريشنز بتاعت الراوتر، وحطينا اي بيهات وحطينا باسوردات وهكذا. الحقيقة الفكرة اللي عايزين نتكلم فيها دلوقتي هي فكرة ماذا لو نسينا الباسوردات دي. احنا بنفتكر حطينا باسورد للتنت، حطينا باسورد للكونسول، حطينا باسورد للانيبلز للانتقال من اليوزر مود للبريفليج مود او اللي بنسميها الانيبل سيكريت. كل الكلام ده بيستدعي ان احنا يبقى عندنا استراتيجية تخلينا نقدر نتعامل مع الراوتر لو نسينا كلمات السر هذه او اي حاجة. الحقيقة علشان نقدر نتكلم عن استرجاع كلمات السر، وفي حالة لو نسينا كلمة سر ازاي نعالج الموقف ده، خليني افترض معاك مجموعة حاجات. اولا، هو في انهي مرحلة في مراحل الدخول على الراوتر مش هيطلب منك اي كلمة سر بعد كده؟ الحقيقة في بداية الدخول انا هيطلب مني كلمة سر، يا تنت يا كونسول. بعد كده بمجرد ما اكتب اينا في الانيبل سيكريت هتطلع لي او الانيبل باسورد بتاعتي. اذن وصولي للبريفليج مود في المنطقة دي بالذات انا مفيش باسوردات تانية هتتطلب. طيب لو انا كنت ناسي الباسوردات دي، هتبقى امنيتي ان انا اقدر اخش على الراوتر واوصل فيه المرحلة دي من غير ما يطلب مني باسوردات. طب ازاي؟ ما لازم هيتطلب، وما في اتنين قدام. هقولك والله طيب تعال نفكر في جزئية تانية، هي الباسوردات دي متخزنة فين؟ الحقيقة هنكتشف ان الباسوردات دي متخزنة في في الستارت. بالظبط بالظبط، احنا شغلنا اللي بنشتغله بالباسوردات اللي بنحطها، لو تفتكروا كانت بتسيف في الران وبنسيف الحاجات اللي في الران بنحطها في الستارت، فهي في النهاية في الستارت. اذن انا لو قدرت اوصل لطريقة اخلي الراوتر ما يحملش الستارت اساسا، فبالتالي مش هتتحمل الكونفيجريشن كلها ومن ضمنها الباسوردات، وبالتالي هقدر ان انا وكاني ما عنديش ستارت فايل واقدر اوصل للبريفليج مود ببساطه. بعد كده ممكن استدعي الستارت ده من خلال امر هو عكس كوبي ران ستارت اللي احنا تعودنا عليه. خلاص لا، كوبي ستارت ران، يعني هات اللي في الستارت حطه في الران. جميل، طيب اوكي. طب انا ازاي اقدر اخلي الستارت فايل ما يتحملش وكأن الراوتر هو بيشتغل بيعمل باي باس للستارت فايل؟ هقول لك الحقيقة هو مش هيعمل باي باس للستارت فايل بالظبط، هو هيعمل باي باس للانفي رام كلها، والستارت في الانفي رام هو هيعمل باي باس للانفي رام كلها. طب جميل، ستيل برضو عايزين نعرف ازاي نحقق ده، ازاي اقدر اخلي الراوتر يعمل باي باس للستارت فايل او باي باس للانفي رام بمعنى اخر. هقول لك والله لو جينا نبص هنا، خلينا نقفل دي ونجيب راوتر كده عادي. انا نفسي الحقيقة نسيت الباسوردات اللي موجودة على الراوتر، مفيش مانع ان احنا بنتفرج عليها بعد كده.
لاحظ معايا، هو انا دلوقتي لو قلت له شو فيرجن، ده راوتر عادي بقول له شو فيرجن، عايز اوريكم حاجه. لاحظوا معايا كده، configuration register هو 0x، 0x اللي في البدايه دي بتعني ان الرقم ده هيكسا ديسيمال او مكتوب بالهيكسا ديسيمال. 2102، ايه 2102؟ هي عباره عن ايه؟ هقول لك 2102 دي بنسميها الكونفجريشن ريجستر، هو رقم بيؤثر على الراوتر وبالذات او بالاخص في سلوكه اثناء عمليه الاقلاع، اثناء عمليه البوتينج سلوكه بيتاثر، سلوكه بيتغير لو الارقام دي اتغيرت. يعني انا لو غيرت بقى رقم في الـ في الـ في الـ في الـ في مجموعه الارقام دي بتاعت الكونفيجريشن ريجستر، الراوتر هيعمل باي باس للان في رام او للستارت ويتحمل من غير ستارت، تبقى نجحت الخطه اللي احنا متفقين عليها. هقول لك لكن الاول خليني اقول لك حاجه، الاثنين اللي في الاخر دي دي بنسميها البوت فيلد، دي بتبقى يعني في 0 و1 دول للتحميل، الانيشال اوبريتنج سيستم زي الريمون او الار اكس بوت، من 2 ل اف هو تحميل عادي للاي او اس من الفلاش. لاحظ كل رقم هيبقى له معنى، الرقم اللي هيقدر يخلينا نحول او نخلي الراوتر ما يحملش الستارت فايل من الالف رام هيبقى 2142، يعني الزيرو دي هتبقى 4. ناخد بالنا من الحكايه دي، الزيرو دي هتبقى 4. اذا انا هدفي ان انا اقدر احاول اغير الرقم ده من 2102 الى 2142. الحقيقه ازاي هتغير في الرقم ده وانت اساسا مش عارف تخش في الراوتر وانت معكش الباسوردات؟ ودي هنحلها كمان شويه، ما فيهاش مشاكل خالص، بالعكس دي بسيطه جدا. قبل حتى ما نحلها ونشوفها ونشوف بقى الخطوات اللي هنعملها ايه، احب نتكلم شويه على الكونفيجريشن ريجسترز، الارقام هل في في ارقام تانية؟ طب الارقام التانية دي ايه؟ يعني انت احنا بنتعلم دلوقتي الباسورد ريكفري، ولكن وانت بتعلمني بتقول لي والله في 2142 والطبيعي تبقى 2102، طب هو في ايه ارقام تانية؟ يعني ايه الارقام التانية اللي ممكن تبقى برضو عايزين نعرفها او الكلام ده؟ هقول لك الحل بسيط جدا في ان احنا نعمل داونلود لبرنامج بسيط جدا اسمه كونفج كالكوليتر، موجود في cbtme.com، هو برنامج فور فري عاملاه bozen.com، برضو ممكن تخش على bozen.com وتجيبه، مفيش مشاكل في الحالتين. خليني اوريه لكم ونشوف شكله ايه. لاحظوا معايا ده البرنامج اسمه config register calculator من bozen.com. لاحظ انا زيرو دي لو عملتها 4 هنا وقلت له calculate، لاحظ ايه اللي حصل هنا؟ 4 ده انا غيرت حالة البت، بعد ما كانت البت السابع والسادس والخامس والرابع دول عبارة عن اصفار، انا غيرت البت الستة عملتها 1، وبالتالي تسببت في ان السيستم سوفتوير هيجنور الانفي رام كونتنت. طب لو شلتها هنرجع للوضع الطبيعي، تلاقي عندك هنا كل الاوبشنز اللي انت ممكن تشوفها وتشوف لما هتيجي تعملها الرقم بتاعنا هيتغير ازاي على الشمال. حتى على فكرة الديفولت كونسول ريت، احنا عارفين ان احنا بنخش بكابل كونسول بتبقى 9600 بت بير سكند، انا ممكن اغير الرقم ده، ولاحظوا هنا دي التغيير، يعني انا عايز اخليه مثلا 4800، انا مجرد ما عملته 4800 تسببت في ان الرقم التاني ده بقى 9، رجعوا 9600 بقى 1. كالكوليتر جميلة جدا، انصحكم بيها، موجودة على السايت. احنا اللي يهمنا دلوقتي حاليا ان احنا نحول الرقم ده لاربعة، يعني نسبب ان السيستم سوفتوير اللي هو مين السيستم سوفتوير الحقيقة اللي هو الفايل بوتستراب، البوتستراب هو اللي بيحمل الستارت وبياخده يحطه ياخد نسخة منه يعملها ران
يحطها في الرام. الحقيقه البوتستراب هيجنور الانفي رام كونتنت، يعني المقصود بالسيستم سوفت وير هنا هو بوتستراب فعلا. طيب الخطوات ايه لتنفيذ ده؟ الحقيقه عندنا مجموعه من الخطوات حوالي 13 خطوه. الخطوه الاولى انك انت هتكونكت الراوتر بتاعك باستخدام الكونسول كيبل، هجيب كابل كونسول. بعد كده هترن اوف وترن اون الراوتر، اقفل الراوتر وافتحه تاني. استنى الراوتر بيحصل له ديكومبريسنج للاي او اس بتاعه وبيروح للرامه، او يعني بمعنى اخر والراوتر بيحمل، هتدوس لي على كنترول بريك، كنترول بوز بريك اللي في الكيبورد. طب ليه هدوس كنترول بوز بريك؟ لان ده هيقاطع او هيعمل انتربت العمل الديكومبريسنج بتاع الاي او اس، او بمعنى اخر ليه عمليه تحميل الراوتر وانتقال نسخه من الاي او اس في الرامه، وسيتم مقاطعه ذلك تماما والوصول مباشره الى او الدخول مباشرة الى نظام تشغيل اضافي بسيط initial operating system اسمه الريمون. اذا فايدة الكنترول بوز بريك ان انا اقاطع البوتينج بتاع الراوتر واخش مباشرة لنظام تشغيل صغير جدا بسيط جدا اسمه الريمون، وهو ده اللي من خلاله هنفذ امر config واغير الرقم بتاعي بتاع الconfiguration register الى 2142. ثم اعمل ريسيت علشان كاني بعمل ريستارت، هيتحمل الراوتر عادي جدا، ولكن هذه المره بكونفيجريشن ريجستر جديده اللي هي 2142. طبعا ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي ان الراوتر هيظن ان مفيش ستارت فايل. مفيش ستارت فايل يعني معناها ايه؟ لو تفتكر لو احنا بنجيب الراوتر جديد كنا بنخش في السيت اب مود اللي هو بيقعد يسالني مجموعه اسئله لو انا عايز او موافق او لا، ان انا اخش في السيت اب مود علشان يعمل لي كونفيجريشنز للراوتر ويعني يكريت لي ستارت فايل. حقيقه هو هيطلب الطلب ده، هخش كاني هخش الاقي نفسي في السيت اب مود. انا هنا مش عايز ان انا اعمل اي كونفيجريشن، يعني مش عايز، انا عندي كونفيجريشن، انا عارف ان في كونفيجريشن في الانفي رام، بس انا مش عايز اتحمل. فاكيد في السيت اب مود هقول له نو او ان، بعد كده اينا، بعد الاينا هعمل خطوه مهمه جدا، هعوز ان انا اجيب بقى، انا خلاص وصلت بعد الاينا للبريفليج مود، مفيش باسوردات هتطلب مني تاني. هو كان ممكن تطلب مني باسورد في البدايه قبل الان، وباسورد بعد ما كتبت الاينا، الاثنين ما طلبوش مني، ما خلاص مفيش، هو مش محمل الستارت. في الحاله دي بعد ما انا في البريفليج مود هقول له كوبي ستارت ران، متعودين على كوبي ران ستارت، انا دلوقتي هعمل كوبي ستارت ران. كوبي ستارت ران يعني خد لي النسخه من الستارت فايل حطها في الران، خد لي الكونفيجريشنز اللي احنا عملنا لها باي باس دي وهو الفايل موجود، خده حط لي نسخه منه اعملها لي في الران، عكس الكوبي ران ستارت. يعني في الكوبي ران ستارت انت بتنقل من الران للستارت، المره دي بنقل من الستارت للران. اوعى تغلط طبعا وتعمل كوبي ران ستارت والا مسحت الكونفيجريشن كلها اللي في الستارت فايل اللي احنا عملنا له باي باس بما فيها الباسوردات. ولكن طبعا هتقول لي طب ما انا عايز اشيلها، هقول لك اه انت شلت معايا كونفيجريشن ممكن تكون قعدنا ليالي وسنين عشان نعملها. لذلك يفضل دايما ان يبقى في عندك باك اب من الستارت فايل دوت موجود عندك في الـ الـ على بي سي اخر، ودي قصه هنتكلم عليها يعني عمليه ازاي هاو تو يعني باك اب والريستور بتاع الحاجات دي. طب بعد كده هعمل ايه؟ اخش على الكونفيج تي، اغير باسورد كوماندز بتاعتي، ريموف الباسورد، تشينجها، موديفاي، شوف هتفر عايز تعمل ايه في الباسورد قبل ما تطلع من الكونفيجريشن مود. بس ما تنساش تنفذ الامر كونفيجر ريجستر وترجع الكونفيجريشن ريجستر اللي وضعه الطبيعي بقى اللي هو 0x2102 او 2102، عشان الراوتر لما يجي دلوقتي يحمل من الاول جديد تاني ما يعملش بقى باي باس للستارت. اكزت طبعا كوبي ران ستارت دلوقتي خلاص مفيش مشاكل، وانتهت القصه. خلينا نشوفها عملي ونشوف هتتم ازاي. طيب انا دلوقتي لو جيت ابص على
الراوتر بتاعي، احاول اعمل له، هلاقي نفسي بيطلب مني باسورد. طبعا مش عارف الباسورد دي مهما جربت. عندي 3 محاولات وانتهت، بعد باسورد يحصل ريكونكت. طيب الحل ايه؟ طبعا هنسيموليت الموضوع من خلال برنامج الباك تريسر. ف باك تريسر بيوفر لي حاجه جميله جدا. خليني افتح برضه عشان تبقوا شايفينها. خلينا نرجع معلش للترمينال، خليني على المستوى ده، اروح للراوتر. الراوتر بتاعي اللي انا عامله هنا ده خلاص مش محتاجينه، ممكن نمسحه من هنا، اختاره. ده كنت موريكم فيه الشو فيرجن قبل ما ناخد الشرح. الراوتر ده في زرار هنا اون ووف، اوكي هقفل الراوتر. تمام، ده انا عملت ترن اون وترن اوف في نفس الوقت. انا رابط بي سي بكابل كونسول بالراوتر، هرجع افتحه تاني، اروح للبي سي بتاعي قاعد بيعمل ديكمبريس اهو، هدوس كنترول وبوز بريك. نلاحظ بمجرد ما دوست كنترول بوز بريك حصل انتربت لعملية البوتينج اللي كانت بتمثل بمجموعة الرموز الخاصة بعلامة الشباك ديت، ودخلت في ريمون 1. انا كده داخل في نظام التشغيل ريمون الانيشال اوبريتنج سيستم. لو جيت اعمل علامة استفهام وادوس انتر، هلاقي ان في مجموعة اوامر بسيطة جدا، اهمها واللي يهمني كونفليك، واكتب له 0x2142 وريست، وبالتالي ده اللي انا كنت عايزه. هيرجع الراوتر يتحمل تاني معايا بشكل طبيعي. هنلاحظ اللي انا هنا بيعتبر ان مفيش ستارت فايل، بيقول لي والله تحب نخش نعمل كونفيجريشن دايلوج كده ونعمل احنا ستارت فايل ولا مع بعض؟ هقول له لا نو، ادوس انتر. مفيش باسورد اتطلبت مني للدخول بتاعه الكونسول اللي كنا عاملينها اينا، مفيش باسورد اتطلبت مني للانتقال من اليوزر مود للبريفليج مود. دلوقتي اعمل كوبي ستارت run، و هيقول لي هسميه باسم running كذا، هقول له تمام. هنلاقي طبعا ان انا كنا مسمين الفايل ده كايرو، الراوتر ده كايرو، رجع اعتبره كده. طيب حاجة دلوقتي اقول له config t. طبعا على فكرة انا داخل هنا عشان مكبر الخط بتاع الراوتر، يعني انا عندي الحقيقه امكانيتين ممكن نخش بيهم على الراوتر في الباك تريسر. الامكانيه العاديه اللي احنا بنسيموليت بيها دلوقتي بالبي سي، وان انا اعمل دبل كليك على الراوتر. اللي انا اعمل عليها دبل كليك على الراوتر دي هي اللي سمحالي ان انا اخش الاقي الخط كبير كده شويه. هنيجي دلوقتي نقول له تعالى نلغي الباسوردات، نقول له نو انيبل سيكريت، نلغي الانيبل سيكريت، وتعالوا نلغي الكونسول الباسورد بتاعته. عملتها او بدل زيرو، لاين كونسول زيرو، بعد كده لوجن، بعد
كده نو باسورد، مش عايزين نعمل باسورد على الكونسول. اعمل كوبي ران ستارت، ايه رايكم؟ انا ما اعمل كده، الكلام اللي بعمله ده صح ولا لا؟ هو صح، بس لا، بس انا في خطوه نسيها طبعا. ارجع اقول له كونفكتي، وقبل ما كنت اعمل الكوبي ران ستارت دي كان المفروض اقول له ايه؟ كان المفروض اقول له كونفج ريجستر 0x2102، ارجع الكونفيجريشن ريجستر الرقم بتاعها للوضع الطبيعي. ودلوقتي اقول له كوبي ران ستار، تعالوا نقول له ريلود كده. هنلاقي اول حاجه طبعا ان مفيش باسورد هتطلب مني عشان الكونسول، مفيش باسورد هتطلب مني عشان الانيبل سيكريت، وبالتالي انا كده عملت تمام هنا، وبالتالي انا كده عملت ريكفر للباسورد بتاعتي. الجزئيه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها النهارده مهمه جدا برضو، خليني الاول اشوف. طيب هو هنا في الباكت تريسر مديني الاثنين دول احمر، يبقى كده مفيش كونكشن، يبقى انا اتوقع على طول ممكن نو شت داون مش معمولة على الانترفيس دوت، فخليني اتأكد منها. زيرو زيرو نو شت داون، اوكي كوبي ران ستارت. طيب الفكرة عندي هنا ايه؟ الحقيقة انا عايز انفذ الفكرة بتاعتي دي، ان يبقى عندي شبكة وشبكة كمان، كل شبكة فيها سويتش، شبكة فيها هنا سيرفر، وشبكة تانية هنا، هنا في عندي سيرفر، شبكة تانية هنا فيها أجهزة. أعتقد إحنا مش هنحتاج السيرفر الزيادة ده، السيرفر ده إحنا مش محتاجينه. نربط الكابلات بتاعتنا. طبعا انا الراوتر ده لو جيت ابص عليه كهاردوير هلاقي حاجه مهمه جدا، هلاقي ان انا ما عنديش غير اتنين فاست ايثرنت، وانا كده رابط الشبكه بتاعتي بادي ادي واحد فاست ايثرنت وادي واحده فاست ايثرنت. طب انا محتاج اربط لده، يبقى هزود مديولر هنا، والباك تريسر بيوفر لي امكانيه اضافه المديولر. نقفل الراوتر بالزرار بتاعنا، هنشوف في مديولر كتيرة، ال NM دي اللي هي Network Management، التانية ال WIC اللي هي WAN Interface Card، احنا مش محتاجين حاجة للوان، احنا محتاجين Network Management. ال 1FE دي هي دي ال Fast Ethernet، فطبعا ممكن بمجرد ما اختار Fast Ethernet، يعني مثلا هنا هختار 1 Fast Ethernet Twisted Pair هنا اهي تحت، فهنا كده عندي اتنين بورت، واحد فيهم فاست ايثرنت. تعالوا نشيل بقى، نسحب ده كده، مجرد ما سحبته بقى عندي هنا فاست ايثرنت وزياده. ممكن دلوقتي اشغل الراوتر تاني، وهرجع دلوقتي قبل ما الراوتر يشتغل، هرجع دلوقتي لو مديت كابل هلاقي ان انا بقى عندي امكانية اضافة حاجة جديدة.
خلينا نكونفجر المواضيع عندنا ونشوف احنا عايزين نعمل ايه. الحقيقة اللاب اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي هو لاب الديناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول الدي اتش سي بي. ازاي اقدر اخلي الراوتر يشتغل كدي اتش سي بي ويخدم على الشبكتين دول، الشبكة اللي فيها بي سي 2 هنا والشبكة اللي فيها بي سي 1 هنا. طبعا هنحتاج الاول ان نشوف كده الانترفيس ده كام. لا انترفيس 01. هروح على الراوتر هنا كونفكتي، ندي الانترفيس فاست اثرنت 01 ده اي بي ادرس مثلا 11.001 ست سبنت ماسك، ونقول له نو شت داون. الفكرة دلوقتي ان انا عايز اخلي الراوتر بالنسبة لهذه الشبكة يشتغل كدي اتش سي بي والبي سي ده ياخد اي بي هات مباشرة من الراوتر، كذلك نفس الحالة بالنسبة لده. لاحظ اللي معايا ان انا الانترفيس اللي بيطل هنا على بي سي على السويتش المربوط اللي هو سويتش 0 ده انترفيس له اي بي 10.001 كنا عملناه من الفيديو اللي فات. هنا ادينا للانترفيس اللي مربوط بسويتش 2 ادينا له اي بي 11.001. طيب هو الدي اتش سي بي هيقدر يدي ايه؟ الدي اتش سي بي يقدر يدي حاجات كتير. خلينا نفترض ان الدي اتش سي بي بيدي الاي بي هات، بيدي سبنت ماسك، بيدي الديفولت جيت واي بتاعت الشبكه، يعني انا لما عاوز اخرج بره الشبكه بتاعتي الاي بي اللي انا هخاطبه مين، بيديني كمان لو في دي ان اس سيرفر هيقول لي والله دي ان اس سيرفر الاي بي بتاعه موجود هنا. وانا افضل ان احنا نعملها هنا، ادي هنا سويتش سوري سيرفر نربطه بده، وتعالوا نكونفيجر هذا السيرفر. ده السيرفر ده هيبقى دي الناس 10.002 يبقى الاي بي بتاعه. الجيت واي بتاعته هي الانترفيس بتاعت الراوتر 10.001. طيب اذا انا اللي هعمله دلوقتي هخلي الراوتر يدي اي بي لبي سي 2 هنا، يدي اي بي لبي سي 2 هنا مباشرة، ويديله كمان يقول له مين الجيت واي بتاعته ومين الدي ان اس سيرفر بتاعه. في نفس الوقت يدي اي بي برضو من رينج ال 11 بقى مش من رينج ال 10 لبي سي 1. عامل الكلام ده ازاي؟ هقول له كونفج تي دي اتش سي بي بول اي بي سوري دي اتش سي بي بول نسميها نت 1 مثلا، شبكه رقم 1. هنا بعد كلمه بول انت بتدي مسمى بغض النظر انت عايز تدي ايه، مش هتفرق يعني. هنخش في مود فرعي لاحظ دي اتش سي بي كونفج. هنا هنقول له ايه بقى؟ هنقول له والله الشبكه بتاعتنا اللي ممكن يدي منها اي بي هات رقمها ايه؟ هقول والله 10 3 اصفار اللي السبنت ماسك بتاعها ده. طيب وكمان هتدي مع الاي بي هات هتدي الديفولت جيت واي، هنا بنسميه ديفولت راوتر في السيسكو راوتر بنسمي كلمه ديفولت جيت واي ديفولت راوتر 10.001. وكمان الدي ان اس سيرفر هيبقى 10.002 اكزت كده. احنا خلصنا الكونفيجريشن الخاصة بمين؟ الخاصة بالشبكة دي. كده هو اوتوماتيك هيدي للجهاز دوت اي بي من الرينج اللي احنا اديناه، وهيفهمه والله ان الجيت واي بتاعتك هنا هي 10.001 والدي ان اس سيرفر هنا 10.002. عايزين نعمل بول تانية لمين؟ لده
للجهاز البي سي 1 او للشبكه بتاعته اللي مربوطه بالسويتش دوت على الانترفيس 11001. هعمل ايه؟ ولا حاجه، هنعمل بكل بساطه تغيير بس بسيط. هنعمل اي بي دي اتش سي بي بول 2 نت 2 مثلا، كلمه نت يعني زي ما قلت ممكن تسميها هاي وات ايفر، اي هتكتبوا ايه بعد بول ده مجرد اسم ما فيهوش اي حاجه. نتورك 11 255 00 ما عندناش طبعا دي ان اس سيرفر في الشبكه دي، فكل اللي محتاجينه بس نكتب الديفولت روت 11، الديفولت جيت واي قصدي اللي هو بيتعمل بديفولت راوتر كوماند 11001. طيب تعالوا نتاكد من شغلنا، نروح للبي سي ده في الكونفيجريشن بتاعته هنلاقي في الفاست ايثرنت انا ممكن اقول له دي اتش سي بي. لاحظ اوتوماتيك بقى 10003، 10002 اللي كانت فيه دي كانت من اللاب اللي فات من الفيديو اللي فات، لما لاحظ مجرد ما قلت له دي اتش سي بي عملها 10003. تعال نروح للسيتنج هنلاقيه اخد 10001 و10002 دي ان اس وجيت واي اوتوماتيك، برضه مجرد ما اخترت دي اتش سي بي هنا او في الفاست ايثرنت خلاص هو دي عارفين عامله زي ايه في الحياه العمليه بقى هتعملها فين. جهاز عندك مثلا ويندوز اكس بي هتقول له اوبتين اي بي ادرس اوتوماتيك، انت كده خليته دي اتش سي بي كلاينت على فكره، وهيعمل نفس الكلام اللي بيتعمل ده دلوقتي. تعال نروح البي سي ده نقول له دي اتش سي بي، لاحظ اخد جيت واي بس ما ادينالوش احنا في دي ان اس على فكره، يعني احنا هنا احنا من كاريت اي بي دي سي بي بول نت 2 ما حطيناش دي ان اس، امر دي ان اس سيرفر اللي كنا عملناه في الشبكه الاولانيه اللي هو ده، فطبعا هو ما خدش غير دوت وهياخد الاي بي بتاعه كمان هنا. جميل جدا 11002 وخلاص على كده القصه. الحقيقه باك تريسر بتسيموليت كمان ان يبقى عندي السيرفرات بتاعتي يبقى عندي امكانيه ان انا يبقى عندي دي ان اس. يعني تعالوا نروح كده في الكونفيج بتاع السيرفر ده هنلاقي فيه دي ان اس، هو بيحاكي يعني الموضوع سي ان انا هنا هقول له سيسكو دوت كوم اديله اي بي 10001 اقول له اد سي بي تي مي دوت كوم ده البي سي الاسم بتاعه، واحنا عارفين ان هو اخد اي بي 10003 عشان الاتنين دي كانت بتاعت الدي ان اس. جميل، ده معناه ان انا لو رحت دلوقتي على البي سي ده وقلت له بينج سيسكو دوت كوم اللي هو الراوتر يعني هيروح اوتوماتيك يسال الدي ان اس والله الاسم الفلاني الاي بي بتاعه كام، وهيقول له والله الاسم الفلاني الاي بي بتاعه 10001. جميل جدا، وممكن يعمل بينج على نفسه كمان، يعني نقول له بينج سي بي تي مي دوت كوم اللي هو نفس الجهاز اللي احنا دلوقتي بنكتب عليه الامر نفس الحكايه. لكن لاحظوا حاجه مهمه قوي، انا لو انا على الراوتر هنا وقلت له بقى بينج سي بي تي مي دوت كوم ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان هو حقق البينج، ولكن في مشكله بسيطه، المشكله دي ممكن تاثر على البرفورمانس بتاع الشبكه على فكره. حاول هنا بيحاول يترجم كلمه سي بي تي مي دوت كوم، فبيدور على دومين سيرفر او نيم سيرفر او بمعنى اخر دي ان اس سيرفر، كلها معاني بتدل على دي ان اس سيرفر، بحيث الدي ان اس سيرفر يعمل ترانسليشن للاسم يحوله الاي بي. فهو ما يعرفش مين الدي ان اس سيرفر. هتقول لي لا طب ما هو عارفه، مش هو اللي بيديه للجهاز. هقول لك هو مديهوله كمعلومه، انما انت ما كتبتش امر معين يقول للراوتر يا راوتر اشتغل استفيد من خدمات الدي ان اس سيرفر اللي موجوده في الشبكه.
انت اديت له امر بتقول له ايه، بتقول له وفي الباكج والايبيات اللي انت بتديها للاجهزه يا ريت تبقى تديهم الاي بي بتاع الدي ان اس، انما انا نفسي استخدم الدي ان اس انت ما اديتنيش امر لده. لذلك هتلاقيه بيعمل ايه، بيعمل برودكاست على الدنيا كلها 455 لاير 3 برودكاست، حاجه يعني مهوله، مش برودكاست على شبكه مثلا صغيره، لا على كل الشبكات اللي في الدنيا. فطبعا البرودكاست ده بيبقى فيه طلب، طلب ايه؟ طلب ترجمه، مين اللي بيفهمه هيرد عليه؟ دي ان اس سيرفر. ففي دي ان اس سيرفر فعلا اللي هو احنا عارفينه اللي هو 10002، فلقى الطلب ده راح رادد وقال له والله ده cbtmeet.com ده 10003. فكره ان انا يطلع من الراوتر برودكاست يروح يوصل للدنيا كده كلها مش حلو. طب ما انا فهمه ويروح يعمل هو يونيكاست على طول، يسال الدي ان اس سيرفر يقول له والله لو سمحت cbtmeet.com كام، يقول له والله 10003، وانتهت القصه على كده. كان هيبقى شكلها افضل ومش هتستهلك باندويدز عاليه قوي. طب نعملها ازاي؟ ازاي نفهم الراوتر ان هو لازم يشتغل بهذا الشكل؟ في هنقول له كونفيج تي، بعد كده نقول له اي بي نيم سيرفر 10 ونكتب له اي بي دي ان اس اللي هو 10002. لاحظ معي لو عدت دلوقتي امر البينج بتاع cbtmeet.com ايه اللي هيحصل؟ هيعمل البينج تمام، ولكن نلاحظ هنا ايه، الدومين سيرفر بالنسبه له خلاص بقى 10002، راح سال مباشره 10002 احسن ما كان يروح يعمل برودكاست بالشكل الكبير ده. اخر حاجه ونبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى فيه التكمله النهائيه للبيسك كونفيجريشنز، ومعاها كمان برنامج لذيذ كده قوي هنتكلم عليه اسمه الاس دي ام، بحيث نقدر نخش بعد كده في حدوته، اجمل حدوته الراوتنج بروتوكولز. بالنسبه للانترفيس ده بتاع الراوتر اللي هو فاست ايثرنت 1.0، انا عايزه ياخد اي بي من السيرفر ده. يعني انا بعكسها دلوقتي، خدوا بالكم انا بعكسها، بخلي الراوتر بقى في الانترفيس بتاعه ده يبقى كلاينت مش سيرفر دي اتش سي بي. يعني هنا الراوتر انا خليته يبقى، والشبكه اللي مربوط بيها هنا والشبكه اللي مربوط بيها هنا، خليته يبقى شغال كدي اتش سي بي سيرفر، ولكن في اتصاله بالانترفيس بتاعه ده هنا اللي هو فاست ايثرنت 1.0 للشبكه دي عايزه يبقى دي اتش سي بي كلاينت وياخد الاي بي بتاعه من السيرفر ده. تعالوا نظبط السيرفر الاول، نروح لدي اتش سي بي الاول، خلينا ندي اي بي للسيرفر 12 مثلا 001، وفي الدي اتش سي بي نقول له خلي دايما الديفولت جيت واي بتاع الشبكه بتاعتنا 12.002 مثلا، الدي ان اس سيرفر 12.001، وانتهت القصة على خدم وهو هنا on by default. طيب هروح للراوتر config t، نروح للانترفيس اللي هو fast ethernet 1.0، نقول له بقى اي بي ادرس. طب اي بي ادرس ايه ده؟ احنا عايزينه يبقى الاي بي ادرس بتاعه ياخده من الدي اتش سي بي سيرفر اللي هناك. هقول لك خلاص جميل، اكتب له كلمه دي اتش سي بي بس كده. بس كده. طيب تعالى نقول له بقى شو اي بي انترفيس بريف. لاحظ اخد اوتوماتيكيا الاي بي 12002 تمام، مش مانوال زي اللي فوق، لا ده دي اتش سي بي، واخده من مين؟ اخده طبعا من السيرفر الجميل ده هنا، لان السيرفر ده احنا كنا عملنا له كونفيجر ان هو يشتغل دي اتش سي بي سيرفر. طبعا يعني علشان نكون واقعيين، اللاب ده بالذات هو نموذج للربط ما بين مايكروسوفت نوليدج اللي عندك والسيسكو نوليدج اللي عندك، او ما بين الـ يعني مش شرط ان انت تبقى جامعة ما بين الاثنين، ممكن تبقى
ربط ما بين الناس بتوع مايكروسوفت اللي في الشركة والناس بتوع سيسكو اللي في الشركة بقى. اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.